أنا اليوم جيت بس أنني باش نطالب أننا حنايا أول حاجة تغذية ما كنستافدوش منها، كتعطى واحد المنحة ديالنا ما كنستافدوش منها، القراية بزاف ديال الحوايج ما عندناش، الكتوبة ما عندناش، الوراق ما عندناش، الآلات حتى اللي كنكتبوا بهم حنا باغينا وسائل أكثر اللي يقدروا يزيدوا يمنحوا الكفيف. علاش حنا معطيانا غير بعد ملي كنكونوا كناخذوا البكالوريا كنمشيو كنقراو، كنقراو غير الدروا وكنقراو الكيني وكنجيبو 15، وكاينين التلاميذ اللي جيبو 15 16 17 18 وفي الاخر ما كيخرجوش خارج المغرب وما كنتاحوش لنا فرص، لانهم بزاف ما كاينينش عندنا معاهد يعني اللي غادي يمنحونا اننا نزيدو القدام. اليوم بغينا نهضروا على بزاف الحوايج اللي ضرونا. كتشوف ان ما كاينش الاكل، الدراري الصغار كيموتوا بالجوع، الناس الكبار ماشي ياكلوش، واش بنادم انسان صايم النهار كله في الاخر تيحطوا له بغريره في الفطور اش غياكل التلميذ باش غيقرا، باش غينوض وغيقرا وغيمشي للقسم وغيركز مع هاد الاستاذ باش غيقرا. واخا شحال من حاجه في هاد المدرسه ما كايناش كاع، ما كتبانش شي حوايج، تيبانوا غير في الكاميرا، حنا عمرنا شفناهم شي حوايج، لا حول ولا قوه الا بالله. حنا بغينا السلطات المركزيه تشوف من حالنا، راه فريمون صلاش بينا للعظم. صافي كتشوف الانسان ما كياكلش كاع وتيجي في الاخر تيحطوا له بغريره. دابا مثلا الفطور ديال اليوم واش بغريره قادره توقف انسان بالغ؟ ما يمكنش هادشي.